عشان فضل الشناوي طالبة كلية طب الأسنان جامعة المنصورة سنة أولى. احنا سافرنا جنيف السنة دي عشان نمثل مصر وأكاديمية البحث العلمي، وحصلنا على الميدالية البرونزية عن البروجكت بتاعنا. البروجكت بتاعنا ده الحقيقة مش أنا لوحدي اللي عاملاه، هو أنا وصاحبتي زميلتي هديل آدب. زي ما قلت لكم انا في سنه اولى، فالسنه البروجكت ده احنا عاملينه من السنه اللي فاتت كبروجكت جراديويشن بروجكت من ستيم سكول اللي هي بيطلق عليها هنا في مصر مدرسه زويل. في المدرسه عندنا بيعلمونا يعني تعليم مختلف شويه عن التعليم الثانوي العام، حتى تعليم مختلف في المناهج، في طريقه التدريس، في كل حاجه. يعني انا شايفه ان ستيم سكولز دلوقتي يعني تعتبر من انجح المؤسسات التعليمية بما يخص الثانوي العام وكده. فالمدرسة هناك بتعلمنا يمكن تعلمنا بروجرامينج، روبوتكس، الكترونيكس. فاحنا هناك بمساعدة المهندسين اللي هناك عندنا في المدرسة، بخاصة فيهم باشمهندس شكري جورج، قدرنا ان احنا نعمل البروجكت بتاعنا، وهو البريسلت، الاسورة بتعمل يعني متابعة لحالة القلب، بتتابع حالة القلب مش بس كده، لا بتتابع حاله القلب ان كيس ان شخص ما داخل على سكته قلبيه، بتبدا الاسوره دي بتدي له اليرت بلس ان هي بتعمل له انجكشن بمادتين، بحيث ان هو تدي له وقت من ساعتين لاربع ساعات، بحيث ان هو يقدر يروح المستشفى ويقدر يلاقي المساعده اللي هو يقدر ياخدها. لان المشكله مش في السكته القلبيه، المشكله في المخاطر اللي بتنتج عن السكته القلبيه. يعني دلوقتي انا عندنا دلوقتي ان لما يكون في حد عنده سكته قلبيه بيبدا ان هو بيحصل له توتال ديسفانكشن في اللنجز، يعني الرئتين مش بيبقوا شغالين بالكفاءه، فبالتالي بيحصل له ستروكس في الدماغ، بيحصل له سكتات دماغيه، بيحصل له مشاكل تانية كتير كومبليكيتد اكتر من مشاكل في القلب نفسه. فبالتالي احنا بنساعد بنقلل خاطر المشكلات دي، وبندي له وقت بحيث ان هو يروح يلحق الخطر اللي عنده. لان احنا عندنا على حوالين العالم تبع منظمه الصحه العالميه في 14.4 مليون في 2015 بيموتوا بسبب الهارت اتاك، مات طب ساكت زي ما بيقولوا عندنا من غير اي اسباب. فاحنا بنساعد ان هو المشكله مش في الخطر المرض، المشكله في الوقت اللي هو بيلحقوش يلحقوه. فاحنا هو الالكترونيك سيستم ده بيساعد ان هو نوصل الدواء بوقت اسرع للمريض، بحيث ان هو يتفادى المخاطر دي. هي اللي بتحقن هي عباره عن اسوره، تمام؟ الاسوره دي اكيد طبعا كلنا عارفين الجهاز الاي سي جي بتاع المستشفيات اللي هو جهاز رسم القلب، هو عباره عن سمبليفيكيشن للاي سي جي، بحيث ان هو يعمل متابعه لحاله القلب زي الاي سي جي ما بيعمل متابعه، بس هيبقى على طول في البريسلت ماشي، وان كيس طبعا على حسب القراءات اللي بياخدها بيشوف الشخص ده داخل على هارت اتاك ولا لا حسب القراءات. ولما يشوف ان هو داخل على هارت اتاك بيديله اليرت بلس ان هو بيعمل له انجكشن للمادتين اللي هو مايكرو انترافينوس اكسجين مولكيولز وكالسيوم شانل بلوكرز، عشان يقدر يساعده ان هو يدي له الوقت. والحقيقه هو في مرض جنيف، ويعني احنا ما كنا يعني الحقيقه انا يعني كله يعني كان في البوست بتاعه، يعني فما كانش يعني كان كله حد يعني كان ليه علاقه بنفسه وكده. فهو الحقيقه يعني اكتر حد كان بيقدم لي سبورت في المرض هو باشمهندس محمود، كان دايما يعني متوتر او كده، بس يعني هو كان يعني حسيت ان يعني كنت شايفه ان انا مشروع يستحق ان هو يعني ياخد جايزه من الجوائز، وانا كنت مش عارفه يعني ايه اللي هيحصل وكده، وكنت متوتره. واكيد اي حد في الموقف ده هيبقى متوتر ومش عارف، هو شايف نفسه كويس بس هو مش عارف الناس شايفينه كويس زي ما هو شايف نفسه كويس ولا لا. وبس، وطبعا انبسطت جدا اول ما عرفت ان انا اخدت البرونز ميدال وكده، وده طبعا كان دعم التيم اللي معانا والاكاديمية البحث العلمي وجامعتي وكده. فيعني المشاركة جات ازاي؟ في ابلكيشن كان اكاديمية البحث العلمي بتعلن ابلكيشن اونلاين على الفيسبوك، على الويب سايت بتاعهم
فانا مالينا الابلكيشن دي. وبعد ما مالينا الابلكيشن جالنا يعني شورت، احنا جالنا ان احنا شورت ليستد انا وزميلتي هدي الادم، جالنا ان احنا شورت ليستد ان احنا نقدر هنروح نعمل انترفيو، وان كيس نجحنا في الانترفيو دي هنبدا ان احنا نسافر، وان كيس احنا ما نجحناش خلاص. فرحنا الانترفيو والحمد لله اتقبلنا وكده، وبعدها طبعا سافرنا بقى. وكان ده بعد كده يعني.